أعزائي المشاهدين، هنطلع لتقرير. تقرير طبعا زي ما قلت لحضراتكم، دايما عينينا على أصحاب الهمم البارالمبيين، الأولمبيات الخاصة في إن شاء الله في إيطاليا، ومنتخبنا بيستعد ليها بشكل كبير. عملنا تقرير سجلنا معاهم، وبعد كده أطلع لفاصل وأرجع لحضراتكم مع ضيوفي ومكملين مع ألعاب القوى. واحنا النهارده موجودين في سكاي ايجيبت مع الاولمبياد المصري، واستعدادا لدوره الالعاب الشتويه اللي هتكون في ايطاليا 2025. فكل الدعم ليهم، وكانت توجيهات معالي الوزير الاستاذ الدكتور اشرف صبحي ان اهتمام بابنائنا القادرون باختلافه، وتوفير ليهم كل البيئه المناسبه ليهم استعدادا ل يعني السفر والبطولات اللي هتقام خارج مصر، والدوله المصريه بقياده فخامه السيد الرئيس، واهتمام الدعم الكامل ليهم. وزي ما حضرتك شفتي طبعا احتفاليه قادرون باختلاف اللي كان طبعا بحضور فخامه السيد الرئيس، والدعم اللي يعني كل مؤسسات الدولة المصرية، وزارات، مؤسسات المجتمع المدني بتساعد طبعا أبنائنا القادرون باختلاف، وده حقهم علينا، ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله يعني في البطولات القادمة. النهاردة احنا الحقيقة بنلعب الألعاب الإقليمية لاستعدادا لمشاركتنا في الألعاب الأولمبية الشتوية للأولمبيات الخاص لذوي الإعاقة الذهنية. طبعا احنا تعاوننا مع مؤسسه ماجد الفطيم مخلينا نقدر ان احنا نتدرب على هذا في هذا المكان، ونعمل المسابقات المحليه فيه. المره دي هنقدر نشارك في جميع الالعاب في الاولمبيات الشتويه بعدد كبير من اللاعبين. المناسبه النهارده ان احنا تنافس بين اللاعبين عشان اختيار الفرق القوميه اللي هتسافر معانا، سواء في التزحلق على الجليد او هوكي الجليد او العاب القوى والجري على الجليد، كل الألعاب التي موجودة في الأولمبيات الخاص في الألعاب الشتوية. فأنا بشكر الحقيقة مؤسسة ماجد الفطيم، وفي نفس الوقت أتمنى أن احنا نستمتع باليوم النهاردة ونختار أفضل العناصر لتمثيل مصر، وإن شاء الله نرجع بمجموعة من الميداليات بإذن الله. الحمد لله احنا مشاركين في وطن الأبطال نادي فرتان الرياضة محمود البواشي، هو أساسا كان هو لاعب في النادي الأهلي اللي هو كان مع سترايز في قدوم اختلاف، هو ابن من ابننا من اولاد نادي فرسان الاراده، وبجد يعني احنا فخورين بابننا ان هو مشارك في الالعاب الشتويه ان شاء الله في ترفيهات البطوله هنا ان شاء الله البطوله اللي مؤهله للبطوله 25 في الالعاب الشتويه ان شاء الله في ايطاليا. طبعا وكلنا متحمسين ان احنا نمثل منتخب مصر، بطوله اول مره تتلعب في مصر مع ان ما عندناش جليد، بس قدرنا ان احنا نتعاون مع المدينه هنا ولعبنا عندهم، وبصراحه الواحد تجربة جديدة، فالواحد متحمس جدا. كل حاجة في لعب ماشي، في عيال تحب تلعب، في قوات ما تقدرش تلعبها. أنا زي أنا مثلا أحب مثلا سباق عجل، أحب أجري فيها، متعود. نفسي عايز أخش الجيم، لعب الجيم، نفسي عايز أكمل، بس مفيش حد يدربني. أنا بحب الرياضة من الصغر، واللي انا مبسوطه اللي انا شاركت في الرياضه، وان شاء الله هكسب النهارده، واحلى يوم النهارده ان شاء الله. مبسوطه شك. انا قلت حاجه بونينج خد اول ذهب، افجاري قالوا بونينج كوتي تعبت سله.